مرحبا صبايا، حلقة جديدة من هالبرنامج يلي منحاول فيه نحكي عن آخر صيحات الموضة ونحكي عن مواضيع متعلقة بالجمال والأناقة. وبداية حلقتي لليوم حتكون عن جمال الدانتيل بفصل الصيف، وبشكل موسع رح نحكي عن أحماض البشرة وفوائدها، وكمان رح أقدم لكم أفكار جديدة لأمبري أظافر صيفي بامتياز. وأخيراً رح أخبركم كيف فينا نحمي شعرنا من حرارة الصيف القوية. تفاصيل أكثر بعد هالفاصل. حنبلش حلقتنا لليوم من ربيع والصيف 2024 يلي برز الدانتيل بقوة على منصات عروض الأزياء، وقدمت دور العرض العالمية أفضل إبداعاتها بتشكيلات واسعة بتلبي كل الأذواق يلي دمجتها مع الدانتيل الراقي. تفاصيل عن كيف ممكن تختاري الدانتيل بإطلالاتك خلال هالصيف بالتقرير. على الرغم من التنوع الكبير بالأقمشة واختلاف طرق تصميمها، إلا أنه بالعديد من الأقمشة تعتبر أساسية بعالم الموضة ولا يمكن الاستغناء عنها. من هاي الأقمشة الدانتيل يلي بتقدري تنسقي بإطلالتك الرسمية والسبور. عم نشهد حالياً بربيع وصيف 2024 عودة قوية لقماش الدانتيل يلي عم يدخل بشكل واضح بالعديد من الإطلالات يلي عم تعتمد السيدات. فصرنا عم نشوف الدانتيل بالقمصان والبنطلونات والفساتين خلال فصل الصيف ومع كثرة المناسبات. أما كيف بتحصلي على إطلالة مميزة وأنيقة عند اختيارك، فهلأ رح خبرك شوية نصائح رح تساعدك على الاختيار والتنسيق. فساتين الدانتيل، اختاري الفساتين البسيطة بألوان حيوية فهي بتساعد على إبراز أنوثتك، والإطلالة يومية ارتديه مع صندل أو حذاء رياضي، والإطلالتك المسائية ارتديه مع حذاء بكعب وحقيبة أنيقة. قمصان الدانتيل خيارك المميز لشؤون العمل الأنيقة أو النزهات المسائية، ارتديه تحت سترة أو ادمجي مع تنورة أو بنطال للحصول على مظهر أنيق، فهو مزيج مثالي من الراحة والأناقة. وكمان فيك تنسقيه مع الجينز لإطلالة مريحة أو مع تنورة لمظهر أكثر أنوثة. السراويل الدانتيل خيار جريء للي بيريدوا أنه يبرزوا من بين الحشود، جمعيها مع بلوزة أو تيشيرت بسيط وأضيفي بعض الأكسسوار المميز للحصول على مظهر متكامل. أخيراً تنانير الدانتيل يمكن أن تكون أنيقة أو مريحة بالاعتماد على القصة والطول، ارتديها مع بلوزة لإطلالة لطيفة وأنثوية. الخيارات كثيرة وواسعة وما عليك إلا تختاري القصة واللون المناسبين لجسمك وللمناسبة يلي رح تحضريها، واختيارك للدانتيل خلال صيف 2024 رح يمنحك إطلالة كلها أناقة وحيوية. هلا كل الصبايا يلي بيهتموا بجمال اظافرهم وكل مره بيحبوا يعملوا شيء جديد ومختلف، بهي الحلقه رح اعطيكم كم فكره لالوان طلاء الاظافر ولكن حسب انواع الشخصيات. وحصرا اقتراحاتي لليوم حتكون اومبري. اكيد هلا عم بحكي او بدي بلش بالشخصيه البسيطه، واكيد موديلات الاومبري لاظافر بتختلف وبتتعدد مثل ما ذكرت لحتى تناسب ذوقك وشخصيتك. اذا كنتي بتميلي للستايل البساطه فاختاري أكثر من طلاء أظافر بألوان حيادية ودمجة مع بعضها على شكل أومبري، يعني مثل الزهري الفاتح، البيج، الأبيض. أما في حال كنتي من محبات الستايل الفرنسي فبدل من اللجوء للأسلوب التقليدي استبدليه بالفرنش الأومبري الملون مع الأبيض. أما هلأ رح أحكي لكم بقى عن الشخصية الجريئة. إذا كنت بتتمتعي بأسلوب جريء وكتار من الصبايا يمكن عندهم هذا الستايل، فبنصحك باستخدام مختلف ألوان الطلاء القوية على كل الأظافر. يعني مثلاً بدل ممكن تلوني كل ظفر بتدريجين مختلفين على شكل أومبري، أكيد هذا الشيء حيناسب إطلالتك ورح يخليكي مختلفة وبتشبه شخصيتك كتير. طبعاً ممكن تزيني المناكير ببعض الحبيبات البراقة مثل ما شايفين بالصور. أنا جايبت لكم معي مجموعة صور لحتى سهل وصلكم الفكرة مثل ما بدي. أما في حال كنتي بتتمتعي بأسلوب رومانسي اختاري الألوان يلي بدك إياها وزينيها برسومات الأزهار الملونة، يعني ممكن تحطي التفاصيل اللي بتحبيها والصغيرة الناعمة على كل الأظافر وممكن بعض منها مثل ما قلت لكم. أنا جايبت لكم كم نوع ممكن يسهل عليكم اختيار أي واحد فيهم.
حديقة ليلية، هذا هو الاسم يلي كشفت عنه دار جورج حبيقة عن مجموعة من الأزياء الراقية لخريف 2024 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وهي مستوحاة من الغموض يلي بيخيم على الحدائق ليلا، غموض ورقي بعرض واحد. تعال نشوفه سوا. كشفت دار جورج حبيقة عن مجموعة من الأزياء الراقية لخريف 2024 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وحملت المجموعة عنوان حديقة ليلية، وهي مستوحاة من الغموض يلي بيخيم على الحدائق ليلاً. وأقيم العرض في حديقة فندق يوزو دي بورغو، واللي وفرت مكان مميز للعرض، واللي جمع بين الطابع الدراماتيكي المبتكر والأسلوب الأنيق، معتمد على تقنيات تطريز حديثة وقصات مبتكرة. تميزت المجموعة بالتصاميم الدقيقة مع استخدام بتلات الأزهار الناعمة وبريق قطرات الندى على الأزهار وأوراقها، كما سيطرت الإطلالات أحادية اللون على العرض مع لمسات الدانتيل مجسدة النباتات البرية. وجاءت الفساتين بتصاميم انسيابية عم تلتف حول الأجسام بأناقة، وبتتفتح عليها أزهار بأحجام كبيرة وصغيرة مصنوعة يدوياً، عم تطفو وكأنها سحب سحرية. وتم تصميم كل قطعة باستخدام القماش المنسوج والدانتيل أو الخرز والتطريز المشغول بإتقان، واللي يعتبر العلامة الفارقة للدار. كذلك تم خلق تأثيرات وهمية بالإطلالات من خلال التباين بين التطريز المطفئ وذلك اللامع، وتنوعت الإطلالات وجمعت بين الطابع الرومانسي والسحر على خلفية دراماتيكية ومونوكرومية مصنوعة من خامات غنية وفاخرة مثل المخمل الحريري، الساتان دوشيس، وموسلين وتويد. وبتتلون هالخامات بمجموعة من التدرجات يلي بتجسد النغمات النابضة بالحياة لحديقة انطوى عليها الغروب. فتصور هالمجموعة الليل بمراحل مختلفة، بدءا من الأثواب المزخرفة بالكامل ووصولا للإطلالات الأنيقة ببساطتها. وكان الأسود هو اللون الرئيسي لهالمجموعة، وانعكست الأجواء الليلية عبر ظلال الأزرق الداكن والبرتقالي الغامق والأخضر الممزوج بالأسود، واللي بيتواجد جنب لجنب بالتدرجات الباستيلية من البيج للوردي للأصفر والليلكي لهالموسم. وقدمت دار جورج حبيقة أيضا مجموعة من التصاميم الرجالية، واعتمدت ألوان بتتميز بطابع الحيادي من البيج الكريمي للرمادي والأسود، واللي أدخلت عليها بعض اللمسات الحيوية كالبرتقالي الأخضر والوردي. واختتم العرض بفستان زفاف ذي طابع ملكي من التول الأبيض مطرز بالحبيبات اللامعة والأزهار المشغولة باليد من قماش الساتان دوشيس والدانتيل، وأزهار ثلاثية الأبعاد حولت فستان الزفاف للوحة فنية منسوجة بدقة بتنبض كل تفاصيلها بالأناقة والجمال. أما هلأ حنتعرف على مركز البيطار، رح نعرفكم على الخدمات يلي بيقدمها المركز، ورح تشرح لنا الدكتورة رزان البيطار بشكل مفصل عن كل الأقسام الموجودة من ليزر وأجهزة تنحيف وأجهزة عناية بالبشرة وحقنات وغيرها. تعالوا نتابع سوا. أهلا وسهلا فيكم بمركز البيطار، معكم الدكتورة رزان بيطار. حابة اليوم أعرفكم على الأقسام اللي منشتغل فيها والخدمات اللي منقدمها. منبلش بأول وأهم خدمة عنا هون قسم التجميل غير الجراحي. نحن الأوائل بسوريا اللي بلشنا بخدمة شد البشرة غير الجراحي بجهاز الإندوليفت الأول بسوريا، بالإضافة لخدمات الحقنات، الفيلر والبوتوكس وأبر النضارة مثل الإيجال والبروفايل والهيارون، وما ننسى كمان أبر الرادياس والسكالبترا. خلينا ننتقل لقسم البشرة. أهلا
أهلا وسهلا فيكم بقسم البشرة. هون بنعمل خدمات عناية بالبشرة بالإضافة لعلاج كافة مشاكل البشرة. خلينا نبلش بتنظيف البشرة عبر تقنية الهيدروفيشل اللي بتعملي تنظيف عميق، بالإضافة لتقنيات تقشير البشرة المتنوعة اللي ممكن تشمل الديرمابين والتقشير الكربوني. وأكيد ما بننسى علاج كافة ندبات البشرة باستخدام تقنية الفراكشنال ليزر. هلأ خلينا ننتقل لقسم التنحيف. هلأ نحن موجودين بقسم يلي بهم كتير سيدات اللي هو قسم التنحيف. نحن بنستخدم هون أحدث أجهزة التنحيف الكرايو والكافيتيشن اللي بيعملوا لي تدويب للخلايا الدهنية، وأكيد نحن دائما بنحب نعزز نتائجنا بحقنات الميزو وحقنات الليمون بتل، وطبعا هذا الشيء ما بيصير إلا تحت إشراف أخصائي التغذية. اللي بيميز جهاز الكرايو والكافيتيشن انه نحن هون بنستخدم تقنية تدويب الخلايا الدهنية بالإضافة لشد الترهلات الموجودة بالمنطقة، فالصبية بتلاحظ نتائج ملحوظة بكورس واحد مكون من 3 جلسات. وهلأ صرنا بآخر قسم واللي هو قسم إزالة الشعر بالليزر. عنا جهاز من الأجهزة المتطورة بإزالة الشعر واللي هو جهاز كوانتا سيستم الإيطالي إيفولايت اللي بيضمن لي نتائج ملحوظة خلال عدد جلسات قليل. ومع بداية الصيف حاب أخبركم أنه عاملين عروض كتير حلوة ضمن مركز البيطار على الليزر وجميع الأقسام. أما هلأ اجى الوقت لنحكي عن موضوع مهم كتير بعالم العناية بالبشرة ويلي هو أحماض البشرة، أبرز أنواعها، فوائدها، الطريقة الصحيحة لاستخدامها على اعتبار أنها خطوة أساسية كتير لتكون في نتيجة صحيحة بعد التقشير البشرة. وكتار صبايا هلأ طالعين من مرحلة تقشير وما تقشير، ولكن مو أي حمض هو الأنسب لبشرتنا، لهيك من الضروري نعرف كيف بتتفاعل كل نوع من هالأحماض حسب نوع بشرتنا، فالاستخدام الخاطئ لهذا الموضوع أكيد غير مناسب وراح يفوتنا بقصة صعبة كتير وحيخلينا نروح بإيدينا ورجلينا لعند دكاترة الجلدية. واليوم لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع معي دكتورة الجلدية الأخصائية بالأمراض الجلدية فرح المغربي. مرحبا دكتورة. يا أهلين. يا هلا دكتورة. أول ما عرفتي عنوان فقرتنا لليوم قلتي لي منين جايبينه؟ تماماً. من الصبايا. أحماض البشرة وقديش ضروري كل صبية تعرف شو نوع بشرتها وشو الحمض المناسب. خلينا أول شيء هيك نوضح، يمكن في صبايا هلا هيك ما بيعرفوا شيء عن الموضوع. يمكن أول مرة بيسمع. تمام، خلينا نحكي شو هي بالضبط أحماض البشرة، ونحن عن جد في أنواع بكل البشرات أحماض معينة؟ أكيد. هلا نحن في عنا هي خلينا نقول أحماض تستخدم على البشرة، في منها بيقشر وفي منها هو ما مقشر، يعني مو كل حمض هو حيعمل لنا تقشير. حلو. الأحماض المقشرة هي نوعين، ألفا بيتا. ليش بيهمنا نقسمهم ألفا بيتا؟ بيهمنا أنه لما الصبية حتمسك تقرأ عن الحمض اللي عم تستخدمه، بتفتح على النت مثلا تعرف شو هو، تعرف إذا ألفا فهي إذا بشرتها جافة أو عادية فيها تستخدمه. حلو. إذا بيتا إذا بشرتنا دهنية فينا نستخدمه. حلو. إذا كان حمض ما بيقشر، يعني هو لا ألفا ولا بيتا، بس عادة نحن باستطبابات ثانية ممكن يكون حمضه مرطب مثل حمض الهيالورونيك مثلا. أوكي أوكي. أبا نحن أول شيء مبدئيا في ناس يمكن بتفكر إنه الأحماض هي اللي بتنتج عن البشرة. تماما. بس هو مو هيك، هو حمض نحن بنحطه على بشرتنا أو بتكون بشرتنا بحاجته، صحيح؟ تماماً. هو معظمها حتى من مستخلصات طبيعية، يعني هي مثلاً الجلايكوليك من السكر، اللاكتيك من حمض اللبن، يعني هي ما أنا شغلات موجودة بجلدنا ما عدا الهيالورونيك، هي شغلات كيميائية هنطبقها لناخد فوائدها. حلو. طب تعي هلا هيك أنا وأنتي بقى نفوت بقى بالتفاصيل لحتى هيك نكون شرحنا بشكل عام وسريع عن هذا الموضوع. أول شيء تعي نبلش نحكي عن 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 أكثر الأحماض انتشاراً أو استعمالاً بالعقاقير أو بالأدوية، أو ممكن تكون مستعملة بمحيطنا، يعني مثل ما قلتي لي هلا هي مستحضرات طبية أو عشبية. طبعاً. عفواً، الأكثر انتشاراً والأكثر استعمالاً؟ هلأ في عنا أكثر واحد والأشهر هو الجلايكوليك. الجلايكوليك من الشغلات. أوكي. اللي كتير الصبايا بيستخدموه. حلو. في عنا حمض الأزيليك، وفي عنا الهيالورونيك، وفي عنا الساليسيليك. هدول كأسماء كبيرة بعالم الأحماض خلينا نقول. طبعاً طبعاً. هلأ الجلايكوليك هو شيء بيساعدنا على تجديد البشرة. حلو. مناسب لناس بشرتها مثل ما قلنا عادية جافة،
اما الساليسيليك هو لناس بالشتاء دهنيه لانه بيشتغل على الدهون، بيروح لوين في مسام وين في تجمعات دهون، الناس اللي عندها زيوان بالانف عندها زيوان بالجبهه فساليسيليك. الازيليك بيشتغل على الزيوان وعلى التصبغات، فمثلا صبيه عندها حب شباب وتصبغات من حب الشباب وعندها زيوان، الحمد لله الازيليك هو المناسب كثير لها. حلو كثير. تماما. تمام، خلينا طب خلينا ايمت لازم نطبقهم؟ يعني تمام. بلشتي بحمض اذا كانت الصبيه بتعاني من رؤوس سوداء او من تصبغات، كمان الاحماض الثانيه هيك لحتى نحاول الصبايا اللي عندها هي المشاكل عن جد تعرف تختار الحمض المناسب لبشرتها. تمام، هلا اذا بنحكي امتى لازم نطبقهم؟ بنبلش بانواع البشرات. تمام، وعلى اساسها بتحكي لي المناسبك اسهل. صبيه وما بعرف شو نوع بشرتي. تمام، كيف بدي اعرف؟ اختبار بسيط كثير، غسل وجهي وانطر كذا ساعه بدون ما احط عليه اي شيء، حشوف بعد كذا ساعه انا شو حيكون على طبقه وجهي، حيكون في عندي طبقه دهنيه خفيفه. أوكي. فانا بشرتي دهنيه. إذا كان ما عندي أي شيء لا جفاف ولا إفرازات دهنية أنا بشرتي عادية. إذا كان في عندي أنا بعد كذا ساعة بشرتي منقشفة ناشفة فيها وسوف خفيفة بيضة هيك من إلا فليكي يعني مثل كأنه هيك في عليها نحس دائما هيك قشر، فهي بشرة جافة. وبعدين النوع الرابع اللي هو مختلط، وهي كثير شائعه وهي يمكن اصعب وحده بتعذب شوي بالعنايه، هي لانه بدنا نجمع بدنا نجمع تمام بدنا نجمع عنايتين للبشره فيها. هي المختلطه. كيف تعرف الصبيه انه معها بشره مختلطه او تمام. عندها بشره؟ هي حتلاقي افرازات دهنيه ولمعه بانفها وزيوان بمنطقه الانف منطقه الجبهه ممكن شوي بمنطقه الدقن، وحتلاقي خدودها وهي المنطقة هون عندها بشرة يا جافة بتكون يا عادية، وهي الأكثر انتشارا يعني موجودة دوانا. بنسبة منيحة. خلينا أوكي تعال نبلش بالبشرة الجافة. تمام، خلينا نبلش شو هي أكثر حمض مناسب لإلها هلا وكيف ممكن تستعمله الصبية. تمام، هلا البشرات الجافة بالذات نحن بدنا نكون كثير حذرين بموضوع الأحماض لأنها قد لا تتحمل الأحماض. تمام. السبب انه هي اصلا بشره خلينا نقول ما فيها رطوبه كافيه ونحن عم نحط عليها حمض، طبعا ممكن الحمض بيحرق لكن هذا الشيء ممكن يزيد التخريش فيها. فنحن دائما ببشرات جافه بفضل انه نحن نستخدم اول شيء اللي قلنا عنه بالبدايه انه في عنا شيء اسمه الفا وفي شيء اسمه بيتا. اذا بشرتنا جافه عاديه حنروح للالفا. أوكي. اللي هن جلايكوليك لاكتيك مانديليك. تمام. أوكي. حنحطه نستخدمه مره واحده بالاسبوع ونشوف بشرتنا تحملته ولا لا. ابدا مو طبيعي انه نحن نستخدم حمض وبعدها نحس بحرقه واحمرار وجفاف وتقشير. وعلى فكرة أكثر صبايا بعد التقشير بيعانوا من هذا الموضوع، يعني فجأة تكون الصبية ما فيها شيء بكرة بيروح حرام يكون وشها أحمر وبمناطق معينة. هذه يمكن خطأ من تمام. الأخطاء هذا من أخطاء الاستخدام. تمام، يعني ما الحمض لازم يعملنا هي المشكلة، هذا خطأ استخدام. ليش بيصير؟ لأنه صبايا بيدخلوا بروتينهم بس بشكل يومي، الأحماض لا تستخدم يومياً أبداً. لكن تمام، نحن هلا حسب طبيعة البشرة وحسب قديش تركيز الحمض اللي أنا عم بستخدمه. يعني في إلها وقت معين ودواء مثل دواء معين. أيوة هي دواء، هي دواء له فوائده لكن الاستخدام الخاطئ له حيعمل لي مشاكل، حتجي الصبية بشرة محمرة جافة متشققة مؤلمة حتى ممكن تكون. حلو. هذا الشيء كمان ممكن يزيد تصبغات إذا استخدم خاطئ، لأنه متى ما طلعنا على الشمس بهيك بشرة بشرة حتصبغ. فنحن دائماً بنستخدمه إذا كان بشرتنا عادية جافة مرة مرتين أسبوعياً ضمن روتيننا. أوكي. إذا بشرة دهنية ممكن شوي نرفع لثلاث أربع مرات أسبوعياً، مو أكثر من هيك. حلو كتير، حكينا عن الجافة، خلينا نحكي عن الدهنية. هلأ البشرة الدهنية هي بشرة بتعاني دائماً من زيوان رؤوس بيضة ورؤوس سوداء. تمام، رؤوس سوداء غالباً بهي المنطقة ورؤوس بيضة اللي هي صبايا بيعانوا منها بيلاقوا حبوب ناعمة كتير تحت جلدهم، هاي رؤوس البيضة. نعم. بتكون هي نتيجة إنه زيوان معبى ضمن الجلد والجلد مسكر فوق منه. أوكي. فهلأ مين اللي بيساعدنا أكثر شيء فيه؟ الساليسيليك، هو ممتاز ورائع للبشرة الدهنية. حلو. كثير بيساعد فيه، بس مثل ما قلنا ما بدنا نكون نحن قاسين على بشرتنا بالتقشير وبالاحماض، مرتين ثلاث مرات اسبوعيا مو اكثر من هيك. هي للدهنيه. هي للدهنيه. اوكي تمام. كانه هي الاقوى. كيف الاقوى؟ يعني نوع البشره الدهنيه هي اللي بتتحمل اكثر احماض، اكثر اشعه، اكثر برد. طبعاً. يعني كانه هي الاقوى بتتاخر اكثر. تماماً. لانه الدهون اللي فيها بتساعدها يتم فيها حيويه اكثر. خلينا نقول في شيء ثاني، حمض ثاني بيساعدنا كثير بالبشره الدهنيه هو الازيليك. الأزيليك كمان هو بيشتغل على حل الزيوان. حل. بالإضافة مثل ما قلنا بالبداية أنه هو حيساعدنا بالتصبغات، فإذا هي أوريدي بتعاني من حب شباب وبيعلم عندها وعندها زيوان حمض الأزيليك حيساعدها بالثلاثة سوا. حلو كتير. تمام. العادية بعدين نحكي عن المختلطة، بحس المختلطة هي الأصعب وبدها هيك مثل ما قلتي بدها حمضين أو بدها أكثر بدها عناية منطقتين. خلينا نقول هلا العادي البشرة العادية ما حنروح فيها. هل عندهم صبايا بشرة عادية؟ إيه في بشرة عادية هي لا بتكون جافة ولا بتكون دهنية. لا هيك ولا هيك، هدول أكثر شيء مرتاحين. عجبني هذا هدول أكثر شيء مرتاحين. يخزن العين. أوكي العادية شو هلا العادية بنروح للألفا كمان للجلايكوليك لاكتيك مانديليك، بس ممكن نستخدمها أكثر من الجافة. يعني قلنا الجافة الحمض مرة
بالاسبوع حنجرب اذا هو لائمنا ولا لا. أوكي. ما لائمنا عملنا احمرار وحرق ما حنستخدمه. العادية عادة بتتحمل مرتين بالاسبوع. تمام. المختلطة. المختلطة بدها تعامل المنطقة هي عنا دهنية والمنطقة هي انها عادية او جافة، يعني إذا أنا عندي زيوان بهي المنطقة حاستخدم له ساليسيليك أو أزيليك. أوكي. تمام. بهي المنطقة ممكن استخدم له جلايكوليك. يعني هي حتقسم وجهها ومنتجاتها لقسمين. المشاكل، الأخطاء، أسوأ خليني أقول هيك الحالات يلي بتتعرض لكم وبتكون نتيجتها استخدام حمض أو أحماض البشرة بشكل خاطئ، شو هي دكتورة؟ هلأ أول شيء إنه إحنا نستخدم تركيز مو مناسب لبشرتنا. هلأ التركيز بالأحماض كتيرة، يعني إحنا ممكن نبلش من 1% ونوصل لشيء 70%. 70% هذا لا يستخدم منزلي. يعني أحيانا في صبايا بتطلب من على النت، بتطلب من صفحة مثلا عم تبيع. في شغلات بيستخدمها الطبيب اسمه تقشير كيميائي، بيعمل جلسة ضمن عيادته. هذا غالبا بيكون فوق 20%. تمام. ما عدا مثلا الأزيليك 15-20% هو يستخدم منزليا. أما جلايكوليك فأنا 20% ممكن أحطه على مناطق سميكة بالجلد، مثل إذا بدي قشر كواع وركب، بس أنا ما بصير أخذ وحطه على وجهي. وهي كمان الأخطاء اللي بتصير لما نحن بنشتري أي شيء بدون ما نعرف هو يستخدم مع هاي المنطقة ولا لا. وهي مشكلة عن جد بدها استشارة تماما طبيب. إنه الطبيب يقول لك شو نوع بشرتك، يقول لك شو التركيز المناسب إلها وشو نوع الحمض المناسب إلها، وأنت تلتزمي كذا شهر بتلاقي نتيجة كتير حلوة. عن جد حكيتي موضوع كتير مهم دكتورة، هو الشراء عبر النت، كل شيء مقبول، ثياب، بناطلين، شوزات، أي شيء بدكم إياه، بس الأدوية عبر النت كارثية لأنه ما عندك حدا بالطرف الثاني يقول لك هاد لدكتور فقط، هاد لعملية معينة، هاد لدواء معين. دكتورة يعني أنا هذا الموضوع قد مهتمة فيه، يمكن لأنه حرام هلا في صبايا عن جد عم بيعانوا كثير من مشاكل بالبشرة، ويمكن كل صبية بعد الصيف بس يخلص الصيف تقول أنا بس تيجي الشتوية بدي بلش تقشير. تماما. إيمت بشرتنا بتكون بحاجة لتقشير صح؟ وإيمت البنت بتحس إنه لا خلص عن جد بدها تقشير؟ لأنه كتار صبايا بيروحوا بيجيبوا المقشرات والأحماض وبيستخدموها بأي طريقة. في حالات معينة أكيد للتقشير. أكيد. هلا خلينا نقول إذا نحن عنا استطباب ما لاستخدام الحمض، مثلا مثل اللي قلناه بالبداية إنه نحن عنا زيوان، عنا تصبغ، فنحن ممكن نستخدم الأحماض اللي بتساعدنا بهذا الشيء بأي عمر، بعمر 12 سنة وفوق هو آمنين. لكن خلينا نقول إذا نحن بدنا نستخدم الأحماض اللي بتساعدنا بالنضارة وتحفيز الكولاجين وهيك، إمتى العمر المناسب؟ 25. ليش 25 بالذات؟ ليه؟ لانه هذا العمر يلي نحن جسمنا ببلش بفكك كولاجين اكثر مما بيركب. نحن جسمنا بشكل طبيعي عم يركب كولاجين، لكن نحن بنتعرض لعوامل حوالينا، ستريس، قله نوم، تدخين، تعرض لاشعه الشمس، هاد كله بيؤدي لتدرج كولاجين، تفكك كولاجين. جسمنا لل 25 عم يعوض هذا الشيء، لكن بال 25 بتنقلب الآية، بصير بفكك جسمنا وما له قادر يعوض اللي عم يفككه، فهون نحن بنضطر ندخل له عوامل خارجيه لحتى نحافظ على شباب بشرتنا، نضاره بشرتنا، ناخر تجاعيد قدر الامكان، نقلل تصبغات شمسيه قدر الامكان. فمن ال 25 دخل الصبيه هي الاحماض ببشرتها بروتين بشرتها، الامور بتكون كثير منيحه. دكتوره شكرا كثير. اهلا. بنهايه اكيد هاي الفقره هيك مرق الوقت على السريع، كان عندي استفسارات ومن الصبايا اكيد كانوا حابين يعرفوا كل هاي الاستفسارات. نصيحة لكل صبية عندها هوس بعناية بالبشرة. نصيحتي لكل الصبايا إنه لا تستخدمي أي شيء بتشوفيه على النت. هلأ نحن في عنا كتير صفحات أنستا وبلوجرز وبينصحوا بأي شيء، وأحيانا كتير الأمور بتكون تسويقية. هاي مشكلة. تسويقية بحتة بتكون أو مدفوعة الإعلانات. دائما تأكدي إنه المنتجات مناسبة لبشرتك، لأنه النتائج اللي ممكن تطلع من منتج مو مناسب لبشرتك، تصبغات وجفاف ما إلى ذلك، حتكلفك كتير لتعالجيها وحتاخد وقت طويل لتعالجيها. صح. تأكدي من طبيب، اعتني دائما بترطيب بشرتك، وحطي دائما واقي شمسي قبل ما تعرضي للشمس. حلو. هلا نصيحه للصبايا اللي ما بيحبوا البشره ابدا، اللي ما بيعتنوا فيها كلمه يلي يعني حتى يا دوب يغسلوا وشهم في كتار. هلا شوفي، كل ما نحن اعتنينا ببشرتنا اكثر كل ما بنكسبها اكثر على كبر. حلو. وكل ما بتكون باينه اصغر ومبين نحن صبايا اكثر، وهذا هدف الكل. هدف الكل اكيد. دكتوره فرح المغربي شكرا كثير لك، اكيد لقاءاتي معك حتتجدد خلال الصيف. الصيف شغلكم فيه كثير على مشاكل درجات حراره عاليه. شكرا كثير لك، نورتينا. سعيده يا اهلين. شكرا. أما فقرة النصيحة لليوم بتخص روتين العناية بالشعر من الشتاء للصيف، يعني كل صبية لازم تستعد لها التغييرات الموسمية، وروتين العناية بالشعر أكيد بيختلف تماماً عن فصل الصيف. أول خطوة لازم نعملها هو أنه نحن نغير الشامبو والبلسم من تركيبة سميكة لتركيبة خفيفة. بالشتاء بيكون شامبو البلسم غني بالزيوت ومناسب لمحاربة جفاف الشعر، بس بالصيف استخدمي شامبو تركيبته أخف وبيحتوي على مكونات منعشة بتساعد بتنظيف فروة الرأس من التعرق الزائد أكيد نتيجة الحرارة العالية، يعني مثلاً يكون فيه نعنع أو ليمون.
ومن الأفضل الاستحمام بماء الفاتر، طبعا هذا الشيء بحافظ على الزيوت الطبيعية للشعر وبيمنع جفافه وتقصيفه. أما لمحاربة جفاف الخصلات وهي كتار بيعانوا منها، استخدمي أكيد الماسكات المرطبة يلي بتحتوي على مكونات مثل زيت الأفوكادو أو بروتينات الحرير يلي بتعمل على ترطيب الشعر بفصل الصيف. طبعا وبهذا الفصل تحديدا دوري على البخاخات أو الزيوت يلي بتساعد على الحماية من الأشعة الفوق البنفسجية لحماية شعرك من التلف الناتج عن الشمس القوية بالصيف. وكون حكينا عن الصيف فلازم يكون في سباحة. وقت السباحة يفضل استخدام منتج يكون جاهز لحماية الشعر من الكلور والملح، حيساعدك على التقليل من امتصاص الشعر للمواد الكيماوية الضارة والمالحة ورح يحافظ على ترطيبته ونعومته. رفقتي معكم يا صبايا لليوم خلصت، بشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الوقت. وأي صبية حابة أنه نحكي عن موضوع معين خبروني على صفحة صبايا على الفيسبوك. باي باي.